بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات، أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله نموذج من نماذج اللغة العربية لأبناء تلاميذ السنة الثانية، واخترت لكم نص. راح نديروا نص، راح نديروا تمارين، لأنه متوقع نص في الثلاثي الثاني ومتوقع التمارين، هكا باه نكونوا درنا جميع التوقعات. أبدأ بقراءة النص. أحكي لكم قصصا وأظهر لكم صورا وأسمعكم أجمل الألحان، هل عرفتموني؟ أنا صديقكم الحاسوب، إلي يجري الأطفال مساء عندما يخرجون من الدراسة، أتكون من شاشة ولوحة ولوحة مفاتيح وصندوق المعلومات والفأرة. استخرج من النص مكونات الحاسوب. هذه راهم درسوها في القسم، حفظوها، حفظوا مكونات الحاسوب. يتكون الحاسوب من ماذا؟ من شاشة ولوحة مفاتيح وصندوق وصندوق المعلومات، وكاينين اللي درسوها الوحدة المركزية، وماذا؟ والفأرة. ثانيا، كلمة منونة بفتح، أيضا التنوين بالفتح درسوه. هنا فقط للإشارة، النص يكون مشكول، سنة أولى يكون النص بالحركات. هنا قصصا راح يوجدوها أنها عليها منونة بفتح، صورا لدينا هنا ماذا لدينا؟ قصصا وصورا. لدينا هنا أكمل مع الشكل، أعطانا حاسوب وقالهم أضيف لها ال. إذن ماذا أقول عندما أقول حاسوب؟ أقول الحاسوب، الحاسوب. هنا قال لهم الشكل، واش يقصد بها الشكل؟ هنا باه يركزوا على الشدة، هنا باه يركزوا على الشدة. هنا مثلا شاشة، نقول شاشة، نقول الشاشة، يعني هنا الشين الأولى لازم يحطوا عليها ماذا؟ يحطوا عليها الشدة، شاشة. هنا فوق الشين لازم تكون الشدة. إذن أعيد، قلت هنا الحاسوب، الشاشة، راح يلصقها أكيد، أنا راني بالجهاز. هنا التلميذ، فقط في الشاشة والتلميذ لازم يحط الشدة. لماذا هنا قال لهم مع الشكل؟ راهم قاصدين به يحطوا الشدة، تكون الشدة في أول حرف بعد ألف ولام. نأتي للسؤال الثاني. صنف الكلمات الشمسية مع الشمس، والقمرية مع القمر، درسوها وعملت لكم فيديو. التلاميذ اللي مازالوا ما حفظوا، اللي ما فهموش الدرس، في الفيديو راني شرحت بالتفصيل. واش قلنا؟ ببساطة قلنا الشمسية، أعيد مراجعة سريعة، الشمسية أو لام الشمسية، كلاهما صحيح، نقول الشمسية أو لام الشمسية، هي التي ننطق الألف ولا ننطق اللام، وتكون بعدها مباشرة الشدة، لذا قلنا الشمسية. الشاء راكم تلاحظوا الشين هنا عليها شدة. القمرية ننطق الأل، ننطقها ولا تكون بعدها شدة، وأل تكون فوقها سكون. نروح لهنا نطبقوا، البحر نطقنا أل، إذن هي قمرية. الرماح، لاحظوا الرماح لم ننطق اللام، والراء، الراء، الري، الري فوقها شدة. البطريق، إذن هي شمسية. البطريق، هذه فقط، لا عفوا، هنا فقط سؤال ثاني. صنف الكلمات الشمسية مع الشمس، والقمرية مع القمر. هنا الكلمات الشمسية هي التي تبدأ بالشمسية. ما معنى الشمسية؟ درستموها أبنائي، واللي مش فاهمها أضع لكم رابط الفيديو شرحته بالتفصيل الممل. مراجعة سريعة،
الشمسية أو لام الشمسية نفس الشيء، هي ال التي ننطق الألف ولا ننطق اللام، وتكون بعدها مباشرة شدة شدة. ال القمرية ننطقها وتكون فوقها سكون ولا تكون بعدها شدة. لاحظوا صنفت أنا لهنا، لاحظوا في الشمسية التراب شدة، الرماح شدة، الذهب شدة، الرمان شدة، وجميعها لم ننطق اللام. العكس اللي هنا في القمرية، البحر، البطريق، لاحظوا راني ننطق في العادي، البطريق، الولد، الكتاب. اللي هنا لدينا هنا ماذا لدينا؟ لدينا رتب واكتب، يعني عندنا ترتيب جملة وخط في نفس الوقت. ثم ألقيت التحية وتوجهت إلى مكتب المدير، طرقت الباب، حملت صورتي الشمسية. هنا لازمنا نقرأ الكلمات مرتين أو ثلاث. والحقيقة الأخوات هنا الحل الوحيد أنه الطفل يولي يعرف يرتب جمل كلمات وفيما بعد ترتيب الجمل في سنة ثانية هو القراءة، القراءة المستمرة. يقرأ النصوص اللي في الكتاب، يقرأ الجمل اللي في الكتاب، يصبح أي جملة يشوفها مشوشة تلقائيا يرتبها. لماذا؟ لأنه يفهم، الطفل لما يفهم راح يرتب. هنا مثلا ثم ألقيت التحية، راح يعرف باللي ثم ألقيت التحية مش هي الأولى، كاينة قبلها أمور. وتوجهت إلى مكتب المدير، هذه يمكن تكون الأولى، لكن هنا عندي و، يعني راني عملت فعلت شيء قبل هذا الفعل. طرقت الباب، هل طرقت الباب هي أولا؟ أنا لم أصل إلى مكتب المدير بعد. إذن حملت صورتي الشمسية، إذن حملت صورتي الشمسية هي الأولى. حملت صورتي الشمسية وتوجهت إلى مكتب المدير، ماذا نفعل؟ هل ندخل مباشرة؟ لا، طرقت الباب ثم ألقيت التحية. قلت أنه لما يصبح طفل يقرأ بشكل مستمر ويفهم الكلمات، ترتيب هذا راح يجيه شيء بديهي، شيء سهل. إلى هنا أخواتي نقول لكم في أمان الله. في النهاية اعذروني على التصوير بهذه الطريقة، لأنه فعلا الحبر غير موجود، يعني حتى أشتري الحبر ونبدأ نصور على الأوراق. نقول لكم أخواتي في أمان الله، نلتقي في فيديوهات أخرى.